اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، معكم اداره عزام قناه الشرطه والامن. في هذا الفيديو بنتكلم عن مسدس مشهور سال عنه كثير من المشاهدين مشتركي القناه، اللي هو مسدس جلاك التركي. ففي هذا الفيديو بنتكلم عن هذا الموضوع وان شاء الله تعجبكم الماده. هو ما فيش معنى اليوم جلاك تركي للاسف، لكن حبينا نشرح الموضوع هذا بالذات. ذكرنا في فيديو سابق انه مسدس الجلاك اما مصنوع في الولايات المتحدة او في النمسا. نشوف هنا مسدس فارغ موديل 44 كما نرى، ومكتوب عليه USA ومكتوب عليه عيار 22 لونج رايفل كما نرى. فهذا المسدس او الجلاك بشكل عام اما مصنوع في الولايات المتحدة او انه مصنوع في النمسا كما نرى هنا. جلاك ال 19 او عفوا يا جلاك 19 الجيل الخامس، وايضا اوستريا او النمسا والعيار. لا يوجد شيء اسمه جلاك مكسيكي او تركي او صيني او اي شيء اخر. هي مصنوعه اما في اوستريا في النمسا او في الولايات المتحده في ولايه جورجيا بالذات، بالتحديد في بلد او مدينه اسمها سميرنا، سميرنا جورجيا او في اوستريا. طيب السؤال اللي دائما بيرد على هذا الموضوع، قد يكون هناك مسدس مشابه لمسدس الجلاك. على سبيل المثال شركة سميث & وسن في قبل سنوات طويلة، قبل يعني تقريبا 20 سنة أو حاجة أو أكثر، أصدروا موديل اسمه السيجما. موديل مسدس السيجما كان مشابه كثير جدا لمسدس الجلاك. صارت مشكلة خلاف بين الشركتين، بين جلاك رفعت قضية على شركة سميث & وسن، و يعني ربحوا في القضية لكن ما قالوا كم كان المبلغ اللي دفعوا لهم إياه. السبب في ذلك أنه في حقوق الإنتاج والطبع وكل هذه بتكون لشركة واحدة، فما بيصير أنه شركة ثانية تصنع نفس المنتج. اللي يصير أنه كثير من الشركات بدأت تصنع مسدسات مثل المصنوعة من البوليمر، السيج البي 320 على سبيل المثال، او بعض المسدسات الاخرى مثل الاتش كي، بعض المسدسات الاخرى مثلا السيجما طوروا على شكل المسدسات اللي عندهم اللي بيعملوها، فعملوها من ماده البوليمر اللي هي نفس الماده اللي مصنوعه منها مسدسات الجلاك او على الاقل الجزء الاسفل. فعملوا ايضا انه طريقه الفك والتركيب تكون نفس الشيء. مثال اخر اللي هو مسدس التورس مثلا، خلينا نجيب المسدس يكون مسدس التورس كما نرى من الاسفل هو مصنوع من البوليمر، يعني عملنا عنه موضوع من قبل. لكن اللي بيصير انه الشركات هذه عشان بتشوف انه في نجاح عليها وعليها معتمده جدا وخفيفه والانتاجها ارخص من المسدسات الاخرى اللي مصنوعه من المعدن، يعني تقريبا شبه كلي بيكون معدن، فلتخفيف يعني تكلفه الانتاج ولتسويقها بشكل اسرع، لانه بالدعايه بتكون انه هذا اخف من المسدسات الاخرى. طيب شو المسميات هذه؟ لما نكون مسدس جلاك 17 18 19 20 21 22 الى اخره الى ال 40، يعني فوق في الاربعينات، ايش هاي الارقام؟ هي رقم المنتج. فجلاك مثلا 17 ليس اسمه 17 بسبب انه بيتسع ل 17 رصاصه، يعني اذا كانت هذه الفكره فبكون جلاك 19 اللي هو المسدس الوسط الحجم الوسط بيكون بيتسع ل 19 رصاصه، لكن اذا نظرنا للمخزن 9 ميلي بيتسع ل فقط 15 رصاصه. فالمسمى ليس بالنسبه لي كسعه المخزن. جلاك ال 44 بيتسع ل 44 طلقه في المخزن، لكن فقط بيتسع ل 10 رصاصات عيار 22. ليش مش اكثر؟ هذا التصميم. الان المسدسات جلاك مثل ما ذكرنا، موديل ال 17 هو كان اول مسدس صنع من شركه جلاك، فلهذا السبب سموه الرقم 17 لانه كان المنتج رقم 17 في الشركه. واحنا بنعرف ان شركة جلاك اصلا ما كانت مختصة بالاسلحة. ممكن نعمل فيديو خاص عن شركة جلاك وكيف يعني جاءت وكيف نشأت في موضوع اخر. تجيني اسئلة انه هل ايهما افضل؟ الجلاك الاسترالي او النمساوي او الامريكي او التركي او الصيني او كذا او كذا.
بقول لكم انه ما فيش هذا منه فقط في استراليا، عفوا خربطوني، عفوا، بس في أستريا من النمسا، وفي ايضا في الولايات المتحده فقط لا غير. قد تكون هنالك مسدسات مشابهه للاسلحه هذه لكن ليست اسمها غلوك. اذا الشركه نفسها بتسميها غلوك بنفس الحرف يعني بنفس الكتابه، فهذا بيكون خطا عليهم هم، يعني بيحملوا نفسهم مسائل قانونيه، مسائل يعني حقوق انتاج وحقوق طبع وكذا، يعاقبوا عليها في المحاكم. فهذا هو بالنسبه لي هذا الموضوع. بدنا نعمل في فيديو اخر مقارنه بين الجلاك 19 وجلاك ال 44 ونشوف شو الفرق بينهم اذا كان في اي فوارق، ونتكلم عن هذا الموضوع. يعطيكم العافيه، وابل الاسلحه متناول الاطفال.